حدثنا اسماعيل عن اخيه عن سليمان عن عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم قال لما كان يوم الحره والناس يبايعون لعبد الله بن حنظله فقال ابن زيد على ما يبايع ابن حنظله الناس قيل له على الموت قال لا ابايع على ذلك احدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان شهد معه الحديبيه